من الدولار 1500 لليرة اللبنانية لدولار صيرفي. اليوم دخلنا عصر الاتصالات الحديث في لبنان، وطبعا لا نتحدث هنا عن التقنيات ولا الجودة بل عن الأسعار. رصيدك سيظهر بالدولار مجددا، وستبقى قادرا على إرسال الدولارات من رقم لرقم آخر، لكن العملية ستتبدل قليلا، وهذه هي التفاصيل. هلا بالمبدأ على الطريقة القديمة بعدنا نفس الشيء، بنحط رقم التليفون إذا للأمتسي على 1199 وإذا للألفة على 1313 رقم التليفون تي والقيمة الدولارات. هلا بالقبل كان فينا نحول من دولار لعشر دولارات، هلا صار عندنا من نص واحد اثنين اثنين ونص لثلاث دولارات. بس طبعا هلا الدولار صار سعره على منصة السيرة في تعول الدوري للدولار أي ما يعادل شيء 25,000 حاليا، ممكن بعدين يزيد كمان بيزيد عليه. نعم. وقبل كنا مثلا بيع العشر دولارات بعشرين ألف بهيدا الوضع. هلأ على الجديد بدك تاخد تقريبا تحسب شي 35,000، لأنه المسج حتنحسب أنت من كيسك أنت أي ما يعادل شي. المسج قد اختلف؟ صار سعره كانت شي 40 سنت صار 14 سنت تقريبا، صار سعره شي 3500 هلأ علينا المسج. كانت 600 ليرة قبل، صحيح. هلأ 3500 أنا بدي أخسرها من كيسي، فبدي احاول باي طريقه انه نعاود لنضل ماشيين سوقنا وماشيين العالم بنفس الوقت. اذا جيت لعندك قلت لك بدي دولار، قد ايه رح تاخذ الزياده عليه تقريبا؟ تقريبا يعني مثل ما قلت لك انا بحدود ال 10,000 هلا حاليا على الدولار الواحد. على الدولار الواحد، لانه بقول لك السعر المسج 3500، يعني انا بدي اخسرها مني هذه اذا بدي ابعت انا المسج، عرفت كيف؟ هلا قبل كان 600 ليره ما الى هالقيمه، عرفت كيف؟ بس هلا بما انه على المنصه هذه ال 25,000 هالقد بده يصير سعر، يمكن بعدين يزيد، يمكن كمان نحن نزيد. طيب اذا بدي اعبي 10 دولار بدنا نصير نقسمهم 3 دولار 3 دولار دولارات 3 دولارات على كذا دفعه، ببعث للرقم 3 دولارات لحتى يوصل للليمت اللي هو بده اياه. نعم. وهيدي الاسعار اللي اختلفت اذا بدنا نقارنها هلا على الاله الحاسبه انا وياك سوا، قد ايه بتكون؟ نعم. اختلفت بدها تفرق كثير. يعني مثلا هلا قلنا قد ايه قيمه الرساله؟ 3500 كانت 600 كانت 600 يعني 2900 ليره زياده، يعني نفس الشيء فرق 3000 ليره تقريبا سعر المسج، يعني نعم. من كيس صاحب المحل. والدولار الواحد 25000 25200 بالوقت يلي كان 1500، يعني 23700 ليره فرق من قبل بين قبل وهلا. طيب عندي سؤال اخير، بتتوقع انه الناس رح تضل تحول دولارات مثل قبل؟ يعني كانوا العالم يفوتوا يقولوا لك حولونا 20 و30 و40 دولار. اكيد اكيد حيختلف الموضوع، حتى يعني كان الواحد يفوت مقوي قلبه وكذا عبي لي 20 جيجا عبي لي 30 جيجا، هلا اختلف الموضوع. يعني هلا قبل كانت 6 جيجا تكلفك شي 50 55000، هلا بدها تكلفك شي 220000 على المرتاح. نعم. هيدي 6 جيجا ام تي سي اكيد اكيد السوق حيضعف كثير، والعالم كثير حتستغني عن خدمات الانترنت. نعم. حتقتصر تقريبا على الاتصالات وايام المست كول. عندما تنهار الليره تصبح للفواصل قيمه، 3500 ليره لتبعت دولار وفيك تبعت نص دولار ب 16000 تقريبا. هذا طبعا على سعر منصه صيرف الحالي، يعني صار فينا نقول مبروك الرفع الدعم.